الله يجازيكم بخير. هي متعلقة بالمبدأ ديال العمل التطوعي تيجيب لك الناس كاملين، الناس كيبغيو ينخرطوا معاك يديروا الخير إلى آخره. لكن المسلم طار ولا نزل راه عنده ضوابط شرعية تحكمه. في الأول راه كنكونوا محركين في العمل التطوعي نريد بذلك وجه الله، وكل شيء الحمد لله تيصلي، وكل شيء خايف من جهنم، وكل شيء طامع في الجنة إلى آخره. لكن مع كثرة الحركة راه بعض المرات الفوارق بين الجنسين تتبدا تنسى شي شويه، وتنداو نساو ريوسنا، وكنلقاو ريوسنا تلاقينا لله ولينا مجموعين مع الشيطان. ما نظنش انني محتاج انني نفصل في هذه المساله ولا نطنب فيها، لعل الرساله واضحه. فهمنا؟ اشتدير مع 12 الليل تما الاخ انت وديك السيده؟ لا، ديك راه واحد الاخت معنا في الجمعيه وجالسين كنتناقشوا على المناطق المعزولة اللي غادي نديو لها المنطق في شهر 12. انت غتناقش المناطق المعزولة عادي، انت ما جاك تناقشي تقادو العيالات في الدنيا بقى لك عادك، ولا غتناقشي معاه المنطق فين غادي تمشي؟ راه بزاف الناس شوف راه ما كيحسوش بالتدرج ديال المسألة حتى كيلقى راسو طاح في المحظور. هادشي اللي كنقول لكم ماشي نظري، هذا تطبيق، هذا واقع يشكو منه عدد من الناس وقعوا في اقبح محظور. وتعيط كيقول لك استاذ راه طاري كذا كيفاش نفكها الى اخره. ملي كتبدا ترجع معاه بشويه بشويه كتلقى المنطلق راه كان منطلقا يعني من الخير للخير، النيه فيه مزيانه. لكن شوف واخا النيه تكون مزيانه راهي لا تكفي لاصلاح العمل اذا كان العمل فاسدا. فانا عندي ضوابط ديالي تضبطني، انا عندي الشرع ديال سيدي ربي هو اللي تيضبطني. غتقول لي شحال فيكم ديال التعقاد نتوما الحياه وعباد الله راه تيسافر هو وياه كيمشيو حتى للنيبال وتيسميتو وتيجي وما كاين حتى شي اشكال. هو خاص مشاو للنيبال جاو مزيان مزيان، انا عندي ضوابط ديال الشرع ما نصيفطهمش حتى للويزيه مشان للنيبال. عندي ضوابط نقدر نبان لك معقد ما مزيانش ما تنسواش، قول اللي بغيتي تقولو، انا هذا هو القانون اللي كيأطرني ما غنخرجش عليه حيت عندي مبدا وتنحترم. عندي البقيته اللي كيخدموا فيها الاخوات تيخدموا الاخوات، البقيته اللي كيخدموا الاخوه تيخدموا الاخوه، الجسور ديال التواصل بيناتهم مضبوطه محدوده وعلى مراه ومسمع من الجميع باش كنسد باب الشيطان. انت عاودتي لي غير على دوك اللي مشاو للنيبال وجاو بخير وعلى خير، ما عاودتيش عليا على ديك الترسانه اللي دارت روينك حنا وقالت هز التليفون كتعيط لياسين واش بلاش خلنا لا شوف اذا ظهر المعنى لا فائده من التكرار كيف تيقولوا.